السلام عليكم موسم ليرجع لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم حيكون عن تكارا تومي وبالتحديد عن علب البلابل اللي تصنعها تكارا تومي. في علب البلابل تكارا تومي يحطوا بلبل ضعيف يحطم هذا البلبل. كيف البلبل ضعيف؟ ايه انت فاهم. شوف دايما في علبة يسمونها كان زي مخطط يقول ان هذا البلبل يفوز على هذا البلبل. فاحنا في مقطع اليوم حنكتشف هل الكلام هذا صحيح او لا. عندنا 10 بلابل يعني عندنا 10 نزالات وعندنا 10 بلابل مختلفة تقريبا. فعند الخادم توهج يقول نفوز على السيف القاطع. عند الوميض يقول نفوز على البرق. عندنا هنا العلبة الرباعية فيها اشياء مرة كثير فيها نزالات. هنا عندنا يفوز على اللهيب, هذا يفوز على السيف, هذا يفوز على التنين المدمر, وهذا كمان يفوز على البرق. فخلينا نشوف هل الكلام هذا صحيح او خاطئ. بس قبل نبدا كل هذا اشوفوا نافع جيرسن بهاد اضغطوا زر اللايك عشان تدعمونا وربط الصفحة تلاقوه تحت في الوصف. يلا نبدأ. أول نزال وأول علبة زعيم الوقت. يقول إنه زعيم الوقت أو كروان يمدي يفوز على ماهر اللهيب المستعر. فخلينا نشوف هاي يمدي ولا لا. فحنجيب بينا مطين طبعا عشان ما نظلم كروان. هم يقولوا إنه في بيرس. فيلا نشوف. ثلاثة ثمانية. الغطب من أول محاولة خلاص ما يحتاج نعيد. طبعا شباب اذا عجبكم مقطع اليوم تبغوا جزء ثاني اضغط زر لايك خلينا نوصل 1000 لايك باسرع وقت ممكن. وكمان اكتبوا لنا في التعليقات انه عجبكم هالفكره اوكي الفكره الاولى نجحت وتكارتم عندهم اول نقطه من 10. خلينا نشوف في نهايه المقطع كم حيجمع من 10. الحين عندهم 1 من 10 مع اول علبه. طبعا تكارتم لازم يجيبوا الماكسيموم حقهم, لازم يجيبوا 7 من 10 يب هذا اقل شيء عشان يفوزوا 7 من 10 او 8 من 10. شباب اذا كان هم يعني كل شيء عندهم صحيح 10 من 10 وهذا توقع شيء مستحيل. فيلا نروح للعلبه الثانيه. العلبه الثانيه الدوام الجاف مقطع له اوكي عشان كلهم متحمسين يعرف المقطع. هل يقدر يفوز على خفاش النار؟ خلينا نشوف. اتوقع انا ما اتوقع سوي هجومي اوكي. خلينا نجيب اول شيء بالنمط الهجومي. فثلاثة اثنان واحد اتوقع لو ميل جاز تلخص الشجاع كذا يضرب ضربات مختلفة. لا هم المفروض نقول ادمر بهجوم ما بين ما له صلاح. ادوام جرف شباب اللير حقها مو امن شباب شوية زي كذا سلس بعدين يدخل لك ما ادري كيف. اوكي تكارتون فشلت بس يلا نلعب كمان جولة. محاولة ثانية حدا شباب الحد الاقصى 3 محاولات مستحيل يشتغل بلو في 3 محاولات. فثلاث ميل يده دبل بيست. كان نلعب كمان جولة. في الدوام الجاف كان مرة مميز شباب فكانت الضربة مجمعة من 5 ضربات. اوكي يلا نلعب كمان جولة. يلا نلعب جولة ثانية. ثلاث ثانية. هذه محاولة أخيرة طبعا شباب. لو ما نسيت تكارتهم حنقول واو بيست فينيش. الدوام هي اللي فازت. طبعا كانت واضحة للطفل. 2 من 10 تكارتهم. للعلبة الثالثة. العلبة الثالثة. او العلبة اللي بعدها. لا مرض الامير الوفي. الامير الوفي رمز الاوان. مكتوب هنا انه يفوز على الكلب المتوحش او يحط. خلينا نشوف هذا الكلام هذا صحيح او خاطئ. حاطين له خط على الكلب المتوحش خط احمر شباب. يب ثلاثة اثنان واحد. طبعا نحن جربنا هذه يب في الكاس فتح علبة وفاز. الكلب حطم رمز الاوان ورمز الاوان حطم الكلب او الامير الوفي. اوكي دبل بيست. المحاولة اللي بعده المحاولة الثانية. الجولة الثانية ثلاثة. اوكي بس بقول لكم معلومة يا شباب اذا حطيت الدبابة حق الأميرة اليوفي على بلبل خفيف مثل اللهيب مثلا اللهيب المستعد لا يردسك اللهيب حيصير في البلبل يصير جولة طبعا اللهيب. اوكي الفايز هو الأميرة اليوفي بس اخر جولة. الحين اخر محاولة تكارتون هو اللي حتنقص نقطة. ثلاثة اثنان واحد. مو تنقص ما تزيد بس انه يعني حتنقص من 10 نقطة. يلا يلا امير الوفي. اي امير الوفي لسك. اوكي فاز كمان كان متوحش هو اللي فاز. فالعلبة هذه خطأ والكلام الموجود على العلبة خطأ وكلام مو اكيد. شباب نحن قد سويناها والامير الوفي برسة الكلب. يب اعتبروه نص نص شباب. يب اعتبروه دحين 2.5 لتكارتومي. فيلا نروح للعلبة اللي بعدها. ولان دحين النتيجة لتكارتومي 2 من 10 او 3 ما نعرف نحسبها كم شباب. 2.5 نقول. اوف
يلا روح اللي بعدها. والعلبة اللي بعدها هي علبة براتنا النصر. براتنا النصر كاتبين نفوز على التنين المدمر. هذا شيء أكيد. شيء أكيد بس إذا ما تدري بدوي بس جهاز إطلاق ما متأكد. فهذا خلينا نشوف. نشوف هذا الكلام هذا صح أو خطأ. يلا نشوف. ثلاثة نقرأ. كيف وصلت الحلبة؟ جولة ثانية. كي ثلاثة. واحد. بس تعرف تعرف من يوم براتن يكون هنا يكون متباطئ ويجي كذا فهذا من جد فيها بس. فاتكارتومي أتقنت في صارت ثلاثة ونص. لا خلينا نحسبها أربعة. خلينا نحسب حاجة الأمير العوفي. انت ما تبي تحسبوها لا تحسبوها بس انا عن نفسي احسبها انا سابق الدائره. اذا تحسبوها روح المقطع حق الفتح قدموا لنا النزالات حتلاقوا نحطم. فاربع تكارتم كلها صح لنا الحين وابتوع المقطع النهايه لان حنقول اذا تكارتمي فازت او فشلت. فالعلبه الخامسه او لا العلبه السادسه علبة الخادم وتوهج يقول انه يفوز علبة الخامسة شباب الخامسة على السيف القاطع حتى حاطين خط ازرق على السيف القاطع. اوكي خلينا نشوف النزال. اوكي يلا احلب الخادم وتوهج ما احلب بالسيف القاطع ما توقع تضبط فخلينا نشوف. ثلاثة اثنان واحد طلع. انت السيف القاطع فوز شباب. اوكي ما تحسب اليوم السيف القاطع هو اللي فاز فنلعب لكم جولة ثانية. بس رقم شيء ما يحتسب لانه السيف القاطع خرج الخادم المتوهج والخادم المتوهج اكبر ستبر فثلاث ما نحط يلا السيف القاطع حطمه كيف فايز الخادم المتوهج نلعب الدور الاخير المحاولة الاخيرة خلينا نشوف هل السيف القاطع حيتحطم مع انه شيء مستحيل. جيت يا اخي مستحيل تحطم السيف القاطع هذه. اوكي فايز وخادم توهج فتكارتومي نعطيها نص نقطة. ليش؟ فشلت. لانها قالت شباب انه يحطم بس هو فاز بس بقوة الدوران ففشلت لانها قالت انه يحطم فحتبقى انتهي زي ما هي اربعة. فيلا نروح للعلبة اللي بعدها. انا دحين بس علبتين فحنضيف لكم علبة مجبورين شباب. لا علبتين شباب امامنا خمسة علب خلينا نشوف من حفوز. حسب علبتين لان الكستماي ست حسبتها علبة واحدة. العلبة السادسة شباب في العلبة هنا العلبة السادسة الأميض المظلم. لما احنا فتحنا علبة الأميض المظلم طبعا هم كاتبين انه يفوز على البرق من الخلف هنا مو باين حاجة من الخلف كاتبين انه هو يفوز على البرق الصاعق. لما احنا فتحنا العلبة والعلبة ضد البرق الصاعق الوميض كسر البرق الصاعق. لما انتم متأكدين من الكلام اللي انا قاعد اقوله روحوا المقطع وشوفوا الكسر اللي صارت. الوميض كسر البرق الصاعق كسر من هنا الناحية شوف شايفين من هنا كسروا بس مع الكسره الوميض انفجع لناحيه نرميه من الشباك فوقف فيب توقف عند الدوران. فيلا نشوف هذا الكلام هذا صحيح او خاطئ. يلا نشوف. ثلاثه اثنان واحد. ايش صار؟ الباك خايف. اوكي جوله ثانيه. ثلاثه اثنان واحد. حاول الاولى. ثلاثه واحد. نلعب ثاني محاولة ونشوف هل الأمير هنقدر نحطه بلبل ولا لا. ثلاثة اثنان واحد طلع. يلا شباب نيو بيرس شكله ما في بيرس. الفائز هو البرق. المحاولة الأخيرة الثالثة والأخيرة للكارتوني. يلا نشوف. ثلاثة اثنان واحد. واو الدرايفر طلع شباب. كتر مجيد مجيد هذا الدرايفر احطه من برق. مجيد شباب هذه المحاولة الأخيرة. يلا ثلاثة اثنان واحد. لازم في بيرس. الضربة اللي قبل شوي لازم فيها بيرس. واو تكابت همين صح شباب. الدرايفر قاعد يحارب لايك شباب. نروح للعلبة اللي بعدها. اللي يقول تكارتومي حتفوز يحط لايك واللي يقول ما حتفوز يحط لايكين. حط لايكين. لا لايكين ما في. اكتب تعليق. يحط لايك ويكتب تعليق اللي يقول لا ما حتفوز.
اوكي طبعا العلبه اللي بعدها وهي علبه الكستمايز سيت ما هو حطكم بالكامل. طبعا العلبه هذه فيها اربع زهر من خلف عبد الرحمن بهم شيء نزالات. طيب اول نزال هو براثن الكستمايز سيت يحطم اللهيب. فيلا شوف الكلام هذا صح او خطا. اوكي هنا في اخراج ما في تحطيم. ما اخراج شوف لا الثاني الثاني اخراج بس هنا عندنا تحطيم الثاني. يلا نشوف هذا الكلام هذا صحيح ام خاطئ. لهيب. اوكي يلا لهيب. ثلاثة اثنان واحد طلع. والله هي بالصور شباب. اوكي نعلمكم كمان اللهيب الاسطوري عشان كده صار في الايفوليوشن اللهيب الاسطوري. اوكي عاد ما يغلط هذا الكستمايز سيت شباب والله عاد. باقي كرتون نحاول واحدة. كم انت تيجي اربعة الكرتون؟ لان في الكرتون بتجيب شباب من هنا ثلاث نزلات عشان تفوز يعني. اوكي فاز بس هذه الحين المحاولة الأخيرة الكرتوني لازم يجيبوها صح ثلاث نمط. المشكلة في اللهيب شباب يعني يبقى هذا الطريق اللي تقهر صح عبد الرحمن؟ يب طب تغير اللهيب لأن اللهيب هذا من تايبورا جديدة. هذا هذا كله واحدة حتى هذا لعبة قصة ما تصير من تايبورا جديدة يعني المفروض ما صح. نجيهم محاولة؟ لا تدريب يدوي إذا قدر يفوز خلاص. يب. لا لا ما أعرف واحدة لايك صح صح. يلا نروح للنزال الثالث النزال السابع من حامي المحيط يخرج السيف القاطع خارج الحلبة. خلينا نشوف هل يستطيع اخراجه او لا. حتى لو فات عليه بيس صح فثلاثة احمر. واو الكارتو ما حتنقص نقطة مو بس حت ما حتزيد وحتنقص كمان. شباب مش هذا فشل شباب يعني على الاقل لو حطوا لو حطوا اي بلبل كان محاولة ثانية. يلا شوف ثلاث مرات حامل يحط مو قاعد يهاجم هو فشل فاعل. المحاولة الأخيرة غير المحاولة الأخيرة لا ما الا والله تفعل الحصن شوف. اوكي يلا المحاولة الأخيرة ثلاث نقاط. اوكي هو تكرر حان حط تكرر. فتكرر توم الحين لازم يفوزوا في النزالين القادمين عشان ياخذ النقطة. بعده النزال التاسع تكرر توم لازم تفوز في النزال التاسع والعاشر. النزال التاسع يقول انه فوز على اثنين مدمر بانه يعني وقفوا يعني وقف عند دوران. فخلينا نشوف الكلام هذا صحيح او خاطئ. اثنين دمك نعرف اوكي خطا مصنع شباب. اوكي يلا نشوف الكلام هذا صحيح او خاطئ. ثلاثة اثنان واحد. يلا يا مصاص دماء لازم تنتصر بقوة الدوران. اتحطم اتحطم يا شباب الجزء الاول احطم بلبل فيوشن. لا وكمان هم قادمين يفوزوا بقوة الدوران. لا ايش ذا شباب غش تجاري والله العظيم. ما يصير ما يصير. كان نلعب كمان لسه باقي محاولتين. مدمر الحين حياخذ وضعيه اللي انا قوي ما حد. اوكي انا قوي ما حد قد تنفع شباب خلاص خلاص. اوكي كمان باقي اخر محاوله لازم العام تبعين يقول ظلمتوهم كذا لا ما ينفع. اخر محاوله شباب يلا نشوف لو حطم سيمتيه 6-0 شباب. ابى اكملها العشبة شباب عشان نفضح الكارتون. يلا عاد لو ما تحط شباب ايش يصير؟ يصير شيله. ثلاث اثنان واحد. يا مدمر لا تسوي الحين مطوع طوالك مطوع شباب. خلينا نروح نزال بعد عشان لا تفشل. العاشر والاخير اثنين العصر يحطم البرق الصاعق. خلينا نشوف هل تكارتون يمديها تجيب اقل من الحد الادنى بواحد. الحين تجي طبعا 5 من 10 فلازم هي تفوز عشان تجيب 6 من 10 على الاقل. ف
ثلاثة أنا. لا في نزال بعد. إذا فازت في نزال، ما فاز خلاص. فازوا بقصاع قبل رحنا النزال الثاني. ثلاثة نقطة. شباب أساسا هي العصف ما يحطم، فكيف ما يحطم يحطم يعني هو أساسا ما يحطم ترى العصف. القاعدة كي وصل نص محاولة الأخيرة. يلا يلا يلا. لا ليش لا شكله ما يحطم. واو صفقة كارتون صفقة. لا مو صفقة خسر عنين هم. لا بس احنا بنحط لهم اخر نزال اللي هو هنا حامل محيط يفوز على اثنين مدمر، وتحت طبعا كاتبين انه حامل محيط يخرج السيف قاف خارج الحلبة. فخلينا نشوف هذا الكلام هذا، خلينا نشوف المصنع حيجيب لنا بلابل او خاطئ. كيف يعني؟ يعني حيجينا بلابل دحين اثنين مدمر مو السيف. يا رب مدمر صح. الحين المفروض لما نزل العلبة يجي مدان. المصنع تعبان شوف. لا انتظروا معنا. والله بلابل. اوكي يلا نبدأ نزال. يلا. نشوف هل حيفوز حال المحيط او حيخسر ثلاثة. فانا. واو! بص! مصفقنا غلط صفقة. خذوا هذه اللقطة سلو موشن. شفت صار؟ شفت كيف الحديدة قاعدة تدور كأنها بلبل؟ اللي يعرف ايش السبب العلمي لهذا الكلام اكتب لي في الكومنتات. فبس هذا يا اخي تمام تمام. فبس هذا عندنا لازم اللايك سبسكرايب شير واكتبوا في الكومنتات ايش رايكم في مقطع لما تجي السنه، احطوا لايك وسووا قناه وفعلوا جرس التنبيهات. وصلنا للختام. سلام. اللي سمع عبد القادر يكتب في الكومنتات. اللي سمع عبد القادر ايش؟ فشكرا للمتسبين، شكرا للمشاهدين اللي وصلوا لها دقيقة. شباب انتم جد سطير. اذا في احد وصل لها الدقيقة يكتب يكتب حامل محيط، لا يكتب ديسك التنين المدمر. اذا في احد وصل لها الدقيقة. سلام عليكم.